مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الرحمة. معنا هذا السيد هذا اللي بلاصة الطوموبيل ديالو في هذا الباركينج، يعني باركينج ديال الدولة عمومي، جاء مع الموتى. تفاجأ ملي جا باغي يخرج جاو عندهم موالين الجليات صفرين، قالوا يلاه وقف جاو عندهم موالين الجليات صفرين، قال لي خلصنا. وكنشوفوا واحد الحاجه ان الورقه اللي كيعطوك كتكون فيها درهم، ولكن ملي كتجي كيقولوا لك راه 10 دراهم. ها هي كما كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، ها هي فيها درهم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. المشكله ديالك سيدي، نحن في دوله لوح القرعه، وفي دوله صاحب الجلال نصره الله واياده، نصره الله، الله يخليه لنا. والف تحيه الى ابناء الشعب الاحرار، الله يخليهم لنا. والف تحيه الى الصحابه النجاة والى جميع المراسلين النجاة من اجل الاسراء. الحريه خلانا محمد الخامس الله يرحمه، والنضال خلانا الحسن الثاني الله يرحمه، والصبر خلانا محمد السادس كيقول لنا صبروا. ولكن احنا ما كنسيروش الى المؤسسات، ولكن كنسيروا لبعض الاشخاص ليسيئون الى المؤسسات. كان عندنا واحد اليوم وهاد المرة ما مشيت تبدا انا، يلاه جيت باش نوقف السيارة. فينا هي السيارة ديالك؟ السيارة ديالي راه فينا هي هذيك السيارة الكبيرة. انا غادي ليها، يلاه جيت باش نوقف السيارة ديالي، قالوا لي هاد الخط، هاد الخط الاخر الكريم ها هو اللي شتي. قال لي بدي انا خاصك قاده مال الخط. قلت له بدي هاد الخط راه ماشي ديالكم، وهذا الباركين راه ماشي ديالكم، راه الدولة ديالنا دات لينا هاد الباركين باش على حساب الطوبيس، باش الناس اللي بغاو يمشيو للطوبيس يركبوا الطوبيس ويحطوا السيارة ديالهم. وزيدوا راه كاينين جوج، كاينين ثلاثة د المؤسسات هنا، كاين المؤسسة ديال العمور، وكاين هاد المؤسسة ديال المدرسة، وكاين المؤسسة ديال الملحقة. أنا ملي كيجي صاحب الجلالة نصره الله وأياده، نصره الله، كنجيب لهم كراسة، كنجيب لهم أي حاجة خاصاهم. هاد المؤسسة أنا عطيتهم اتساع، حيت عارفوا من عندهم الباركين من ماشي هنا كاع ديالهم، هذا كانوا مع الجماعة. وأنا ما كنجي ندير إجراءات أني نتكلم معاكم، أنت تكن تكلم مع جميع المسؤولين، وفعلا بحال بأن هاد الباركين راه ما ديال حتى شي واحد، راه ديال الدولة، باقي ما عطاوه حتى شي واحد ديال الدولة. وعيطنا للناس ديال الجامعة وسولناهم شحال مرة، قال لك حنا ما سوقناش في هادشي، حنا هذاك الباركين ما كارينوش معدنا. رجال الامن شحال مره دوينا معاهم، قال لك سيدي حنا دابا سيدي نقول لك المشكله ملي جاو عندك مولين الجليات الصفرين، ملي جاو عندي مولين الجليات الصفرين، حنا دابا جاو عندي وقفوا عليا. خاص راه دخلوا، راه الامن راه دخل شخر شي واحد من الروضه، حكي هما قال لك سيدي مني اقترحنا عليهم حنا وسولنا المسؤولين وبديت كنناقش معاهم، قال لك سيدي المحافظ اللي حاطنا هنا، راه ما يمكنش هذا المحافظ انه يحطهم هنا، هادشي اللي قالوا هما، انا راه ما كنقولش المحافظ اللي حاطهم، يقول لهم هما راه كينصبوا سميت وزير الداخليه، هذا الناس سي عبد الوهاب الكبير، سي عبد الوهاب الكبير راه ما يعطيش كارنيات ديال المملكه المغربيه وزاره الداخليه باش ينصبوا على عباد الله ودايرين فيه درهم وكيقولوا لعباد الله 10 دراهم، راه ما يمكنش. يعني انت تصدمت ملي قالوا لك 10 دراهم؟ كنلقاو واحد الفاشل ديال واحد الجامعه اللي كان في الدرسوس هو اللي ولا رئيس هنا، وكان خرجوا واحد الميزانيه ديال هاد المقبره ديال مليار و700 مليون، سولت عاود ثاني قال لك راه موقفوش عليها عليهم، الله اعلم هاد الشيء ما كيهمناش، هاد الشيء بيناتهم دابا مبقاو في الباركينغ هنا. انا كنشوف هاد صحاب الشيليات ينسبون الى المحافظ، حنا بينا تحقيق في هاد الشيء ونشوفوا هاد الموالين الجيرية شكون هما. ها؟ نشوفوا هاد الموالين الجيرية شكون هما اللي كينسيون، خاص هاد المحافظ تا هو يدافع على راسو، يقول يدافع على راسو، واش هو اللي عاطيهم هاد الوراق؟ واش هو اللي مخرجهم هنا؟ هادي راه مؤسسة، أنا راه شفت هاد المؤسسة، هادي راه كانت عندها ملحقة هنا، وأنا راه وقفت قدام المؤسسة. لان حنا ولينا دابا المشكل اللي كاين ان تا
هادو هاد الباركينات اللي كاين عندنا هنا خايبينو مع ديالهم ديالهم كيجيبو ديالهم ولاو حنا بغيت تخلصو معدنا فوق قبر 200 درهم ولاو خارجين لينا هادوك ديالهم كيتخلو بغيت تخلصو معدنا في السيارة. واش دابا واحد جاب بشكليت بغا يصلي عاد يجي لبيت الله ديك المرة تناقلو معاه عاد بشكليت قالوا لي خاصك تخلصنا. واش واحد عنده بشكليت اش بيخلصهم؟ واش المسجد الدولة ديالنا ما بغاش المشاكل؟ كدير مسجد باش أي شخص ريح دا مسجد أو جا المسجد بلا ما يخلص. وكنتفاجئ أنا دابا كنقدم العزاء ديالي لهاد الناس اللي قالوا الله يرحمهم والله كنتفاجئ واحد السيد مسكين كيبكي كيقول لي قالوا لي خلص 200 درهم ديال الكفن وأن المحسنين هما اللي كيجيبوا الكفن لهاد لامور. وعلاش هاد الناس كيتخلصوا أسبوع أسبوع هما مريحين ساكن وقال لك بغيت نخلصوا عندهم في الكفن؟ شو هما راهي حنا كنطالبوا بالمسؤولين اللي كنطيقوا فيهم الكبار ماشي هادو هادو راه كلهم كيدافعوا على بعضياتهم راه بياكلوني راه تجمعوا كاملين واخا اني بلفت عليهم اكثر من شهرين هادي وتجمعوا كاملين وتآمروا عليا وقال لك حنا ماشي سوقنا. هما كيحموا بعضياتهم لانهم راه كل واحد كياخذ. شنو اللي كدير لك اسمح لي انا مشيت عند القائد الله يجزيه بخير كان عنده واحد القائد من اطيب خلق الله وكان من الجمعه للجمعه كيوقف هنا على الباعه المتشوهين وكيقول لهم نظموهم وما تشدوا مع عندهم والو راه جامو عادي اي صلوا يمشوا بحالهم. تفاجئت اني لقيتها في القهوه ومشيت عنده قلت له الله يجزيك بخير قال لي راه ما لقيتش هنا انا راه تحولت لدار 16. قلت له حقوا لهم سابوا ولا واحد بالبدله ديالو وكيجي كيقول الواحد حاط كروسه كيقول ليه خاصك تعطيه 20 درهم ولابس البدله ديالو بالبدله ديالو. انا راه حشمت انا ما كنسيس الى المؤسسات ولكن كنت على جميع المسؤولين قلت لي ما ودي داك الشخص اللي كيجي لنا بالبدله ديالو راه خاصكم ديروا معاه حل راه ما يمكنش انه هو كيجي مع هذوك الاشخاص اللي كيتخلصوا وكيقول ليه اعطيهم 20 درهم اذا لابد تعطيهم 20 درهم فاتمهاهم. قال لي لا علاش ما تكونش الفوضى. كيفاش ما تكونش الفوضى؟ هذه راه فوضى لان الناس اللي خارجين من مسجد بيت الله وكيشوفوا انت بالبدله ديالك وواقف على الباعه المتشوهين هذه راه فوضى. مني جا عندي فعلا جا عندي والي ومنيت هنا وقال لي انت مالك احادي هاد الناس اللي ما حاديهم. قلت لي انا ما حاديهمش انا باغي القانون انا باغي الجماعه ديالنا اللي كتستافد من هاد الشيء خاصها تكري ليهم. كان ديال الولايه تكري ليهم كان ديال العماله تكري ليهم كان ديال مجلس الاقليم كروه ليهم. حنا بغينا عاد التنظيم وسيدو الدوله ديالنا من دارتنا هاد الشيء من دارتنا هاد الشيء الدوله على حساب هاد الطوبيس باش الناس ما يتعذبوش وما يبقاش الاقتدار ويجيبوا يحطوا السيارات ديالهم يجوا هما يستغلوا لنا الخيرات ديالنا. حنا والله ما عرفناش غنديروا ولا ما عطاونا حتى شي حاجه. هادشي اللي الجماعه كلشي ديالنا النداء كيسيفطوا لنا كيسيفطوا لنا الحساب وكيقولوا لنا هذاك اللي في الحساب كيقول لنا خاصك تعطوه خاصك تعطوه يكون قدام الجماعه. علاش كنعطوه؟ ملي كنكون الحسين ديالنا والحسين ديالنا وكيقولوا لك كيسيفطوا لنا مشرقين اخويا الراسه ديالنا كنطالبوا. النداء ديالك اليوم ثم التجديد وهذا الامر بغيت نعرفوا السي العيدي الله يخليه لنا وبغيت نعرف هذا السي ويا سيدي عبد الوهاب الزيت الله يخليه لينا يدير واحد النصارة مع هاد الناس. راه هذا استغلال هذا راه استغلال المواطنين راه هادو كيشفروا بسمية وزير الداخلية هادو سراقة بسمية وزير الداخلية وشي كيدافع على شي ما كيفوتوش بعضياتهم شي كيدافع على شي. ولكن المسؤولين اللي كانوا عندنا كانوا ما كناش كنوقعوا معاهم في هاد السيرة كان قايد نزيه عامل نزيه ما كنوقعوش معاه في هاد السيرة كنمشيو عندو بلا ما كيخلينا حنا كاع نعيط عليكم التهمة ولا حد كنتنقصو كنخرجو هاد القل اللي عندنا هنا من القلب ديالنا كنخرجوه مع من كنخرجوه مع ولاد الشعب ساكن ومعاكم انتوما كمراسلين وانكم الله لا يبقى بيا الحال انكم منا شفتوما واقفين وما تقديتوما والو وانتوما واقفين من اجل العمل الصالح وهذا العمل الصالح. واخا بعض الاشخاص ما كيعرفوش هاد الشيء جي اخويا انت وقف على ساعه ولكن المسؤولين اللي كنا نتلقاو فيهم وماتوا شي وحدين الله يرحمهم وشي وحدين ما بقاوش عندنا في هذه المنطقه وهادو واحد كيدافع على شي واحد وكيتسطروا على بعضياتهم
واكتفي بهذا القدر ان شاء الله. والله يخلينا صاحب الجلاله ويطول عمره، والله يخلينا اولاد الشعب احرار، والله يخلينا جميع المناضلين. ولا ما بغينا حتى شي حاجه والفتنة نائمه، وانا على الله من ايقظها، لكن ما بغيش شي فتنة هذه البلاد. الله يعطيها لنا فعطانا، واكتفي بهذا القدر. وحيا الله جميع الشرفاء، وحياكم الله انتم، واقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا نقرا مع